النهارده الحلم بيتحقق. النهارده شايفين الحلم ده النهارده على ارض الواقع. كان في مصاعب كتيره جدا جدا تم التغلب عليها. كان في اجراءات فنيه كبيره جدا المهندس هاني ضحي تغلب عليها باسلوب فني على اعلى مستوى. والنهارده الارض بتبين الشركه شغاله. في تعهد في خلال 18 شهر ان شاء الله هيبقى النادي المصري جاهز لاستقبال جمهوره في محافظة بورسعيد، وجاهز لاستقبال لعيبة النادي المصري يلعبوا على أرض النادي المصري. أنا بعتبر النهاردة يوم تاريخي، والنهاردة في نفس الوقت كان في مصاعب كتيرة مش نخش فيها. المصاعب دي الحمد لله بتضاف كل قوة الدولة، الحمد لله أنا اتغلبنا عليها. الحاجة اللي عايز أأكدها، محافظة بورسعيد بتساهم كجهاز تنفيذي لمدينة بورسعيد، بتساهم في إنشاء النادي المصري بأكثر من 250 مليون جنيه. بالإضافة الدولة المصرية والمعالي وزير الشباب والرياضة بيساهم بأكثر من مليار جنيه. احنا دلوقتي بنتكلم دلوقتي في نادي مصري اللي هو حلم وعشق كل أهل بورسعيد. وشفنا الديزاين المعمول على أعلى مستوى بسيفت عالي جدا جدا جدا. شفنا الأخطاء اللي كانت موجودة قبل كده في النادي القديم أو في الاستاد القديم، النهاردة بيتم تلافيها وتعمل الاستاد على أعلى مستوى طبقا للسدات العالمية الموجودة طبقا للمقاييس العالمية. وطبعا كان حلم أن هذا النادي يتبني. كان طبعا التصميم الأولاني والمنشأ السابق كان فيه أخطاء كثيرة جدا، واحنا في التصميم الجديد تلافينا كل هذه الملاحظات، وبقى موقع آمن إن شاء الله بعد ما ينتهي العمل منه هيكون موقع آمن تماما في استقبال الجمهور وخروج الجمهور منه بسلاسة ويسر وسهولة. يعني كل الناس دي تعاونوا مع بعض ووصلوا لمرحلة ان لابد من إقامة هذا الصرح العظيم تلبية لرغبة شعب بورسعيد وجمهور النادي المصري، وفي مكان تاريخي. يعني ما حدش طبعا قال لي يتعمل في مكان آخر يعني. فالحمد لله. طبعا يمكن الفترة اللي فاتت خدت شوية وقت عشان التعاقدات والرسومات وتعاقداتنا مع الشركات والتوريدات والحاجات دي كلها. عشان تبدأ سيادتك واخد بالك في أي مشروع لازم تكون مجهز له، مش هتيجي تشتغل يوم واخد بالك وتبطل. يعني بدأنا العمل الفعلي 7 مارس في عمل حفر. حتى الآن حفرنا 9000 متر مكعب حفر، وطبعا ده معدل الحمد لله في الفتره الزمنيه القليله اللي احنا بدانا فيها. احنا سابقين البرنامج الزمني، ونوعد ان شاء الله جماهير النادي المصري باذن الله ان احنا في اسرع وقت ان شاء الله هيكون في تحفه معماريه متواجده هنا على ارض بورسعيد ان شاء الله تسعد كل الجماهير باذن الله. المشروع عندنا هنا مكون من 17 مؤيسه. المرحله الاولى اللي هي المرحله الانشائيه دي بتبقى عباره عن اعمال حفر وانشاء والحفر والاحلال والهيكل الخرساني. زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله احنا الاستاد عندنا مكون من 8 فواصل انشائيه، واحنا مقسمينه لمجموعه من الزونات بحيث ان الاعمال تتم في هذه الزونات بصوره متتاليه ومتوازيه مع بعض، بحيث ان شاء الله نبقى محققين البرنامج الزمني المطلوب مننا وتبقى معدلاتنا اعلى من المعدلات المطلوب كمان تنفيذا ان شاء الله باذن الله.